الكواكب في المنام الذي يراها يدلل على المعصية وعن البعد عن الله، لأن الكواكب كانت تعبد من دون الله في الجاهلية، وما زال حتى الآن هناك ناس يعبدون الكواكب ويعبدون أشياء كثيرة جدا متعددة. فرؤية الكواكب في بعض الأحيان تكون معصية وتكون فيها بعد عن الله جل وعلا. الذي يجتمع مع جميع الكواكب، يرى نفسه مع جميع الكواكب، يدل على الفراق، إن في بعض من الأحبة أو الأقارب له سيموت أو سيصاب بتعب أو بمرض شديد جدا، أو قيس على هذا المنوال. من يرى في المنام بأن كوكب من الكواكب غير موجود يدل على فقدان أمر عظيم في حياة الرائي. الذي يرى كوكب من الكواكب وقع من السماء على الأرض يدل على الفتن وعلى البلاء وعلى النكد وعلى الأمراض وعلى التعب والهم والغم والضيق وما شابه ذلك. لو إنسان رأى نفسه أنه يقرأ آية من القرآن وهذه الآية فيها كلمة الكواكب، هذا نوع من أنواع البركة ونوع من أنواع اليسر وتجميل الأمور لمن يسمع أو لمن يقرأ كلمة الكواكب في القرآن الكريم في الرؤى والأحلام. الذي يرى نفسه أنه يأكل مع الكواكب، واحد يقول طيب إزاي إنسان يأكل مع الكواكب؟ أقول له إن كل شيء في علم الرؤى والأحلام مباح، الأشياء المستحيلة في الحياة في الدنيا تتحقق للإنسان في علم الرؤى والأحلام.